الأنف الآن ولو إنه صار في عمليات أنوفنا تجميل. العربية أنوفنا العربية بالذات يعني منطقة بلاد الشام وإذا اتسعنا أكثر شوي يعني جهة العراق والسعودية ومصر الشمالية يعني منطقة مصر الشمال مصر وشمال ليبيا هاي تتراوح ما بين أنف مثلث أو أنف مثلث فيه فطسان يعني فيه امتلاء هون المثلث بكون حاد والفطس بيكون هنا في افتراش هذا أنفنا إما مثلث أو مثلث مفطس وعلى ماذا يدل؟ هذا يدل الصحيح أول شيء المثلث رمز العناد رمز اتخاذ القرارات رمز السيطرة يعني إذا شفت واحد منخاره أو أنفه حاد جدا اتجنب عنادة راسه أبداً وحديته هذول بيلبقوا لأي مهن عادة؟ دائماً مديرين هذول دائماً قياديين قياديين وإدارة دائماً قياديين وإدارة أما اللي فيه افتراش يعني بيأخذ بين جنبين ما بيجمع ما بين الإدارة ما بين يعني ما بين العقل والعاطفة الأنف بيكون مفطس أو فيه فطسان زي الأفارقة هذا له رموز ثانية يعني ما ناش فيهم لكنه سلبية أكثر ما إنها إيجابية هاي بالنسبة للأفطس أنا هنا بدي أسأل